موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال ابن جرير رحمه الله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يقول تعالى ذكره: واذكر أيضا يا عيسى إذ ألقيت إلى الحواريين، وهم وزراء عيسى على دينه. وزراء يعني يحملون ثقل الدين والعمل به مع عيسى صلى الله عليه وسلم، وقد بينا معنى ذلك ولما قيل لهم الحواريون فيما مضى بما أغنى عن إعادته من إخلاص محبتهم ومصاحبتهم وصدقهم معه. وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله وإذ أوحيت، وإن كانت متفقة المعاني. فقال بعضهم عن السدي قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين قال قذفت في قلوبهم، وقال آخرون معنى ذلك ألهمتهم. فتأويل الكلام إذن: وإذ ألقيت إلى الحواريين أن صدقوا بي وبرسولي فقالوا آمنا، أي صدقنا بما أمرتنا أن نؤمن يا ربنا، واشهد علينا بأننا مسلمون. يقول: واشهد علينا بأننا خاضعون لك بالذلة، سامعون مطيعون لأمرك. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مما أجراه على يديه من المعرزات الباهرات وخوارق العادات. فقال: إذ قال الله يا عيسى بن مريم، أذكر نعمتي عليك. أذكر نعمتي عليك أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك
حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة. إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك، ودعوت إلى عبادتي. معنى الرسالة أي عندما يبلغ مبلغ الرجال، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني سيجعلني، وذلك لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فلا يكونون أطفالا، ولكن عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي نبأ الناس بنبوءته ورسالته حين تحصل، ولكن أنطقه الله في المهدي براءة لأمه عليها السلام. قال ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو الناس إلى الله في صغرك وكبرك، وضم تكلم تدعو، لأن كلام الناس في كهولته ليس بأمر عجيب، لكن الكلام بالدعوة وتوحيد الله نعمة عظيمة. وقوله وإذا علمتك الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم، الخط يعني تعلم الكتابة، والفهم الفهم في الدين، والتوراة وهي المنزلة على موسى ابن عمران الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد بها ما هو أعم من ذلك، يعني الكتب المتقدمة، ليست التي نزلت على موسى فقط، بل قد يدخل فيها الزبور وأسفار الأنبياء. ولكن الظاهر أنها إذا أطلقت فهي المنزلة على موسى، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يقولون لموسى صلى الله عليه وسلم وكتب لك التوراة بيده، فالألواح كتبت فيها التوراة. ولكن إذا دلت قرينة على أن المقصود بذلك جميع الكتب المنزلة على بني إسرائيل فنقول بالدليل، القرينة توضح المقصود. أما أهل الكتاب فيجعلون التوراة شاملة للتوراة التي نزلت على موسى ولما أتى به الأنبياء بعد ذلك من الأسفار، وإن خصوا داود بالزبور مستقلة. وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك. أطلقها ابن كثير، ده إذن شرعي ولا إذن كوني، فالظاهر أنه يشمل الأمرين، لأن النحت والتشكيل وصناعة الشكل
تحتاج إلى توفيق وإعانة، كما أن ذلك إنما كان بأمر الله الشرعي. لماذا؟ لأن الله حرم الصور أن يصنعها الناس على هيئة ما فيه روح، ولكن أذن لعيسى صلى الله عليه وسلم لمكان المعجزة. قال: فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك، فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله تعالى وخلقه. قد يرى البعض أن هذا فيه شبهة، أن عيسى طالما أنه يخلق فهو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن عيسى إنما يقول ذلك بإذن الله، علم الناس ذلك أنه إنما أجرى الله على يده العجائب ليبرهن على وحدانية الله. في عند النصارى في رسالة بطرس أحد كبار الحواريين إلى بعض القرى يقول: يسوع المسيح رجل تبرهن من قبل الرب بقوات وعجائب صنعها الله بيده. لغاية النهاردة بالنص كده موجودة، بالنص ده يسوع المسيح رجل تبرهن، يعني بقى عنده برهان على صدقه من قبل الرب بقوات وعجائب صنعها الله بيده، ولا في فايدة، ولا يقبلون يقرؤون ولا ينتفعون. لماذا؟ للتقليد الأعمى، اتخذوا الكتاب وراءهم ظهرية. فلذلك لن تكون هناك شبهة، بل هي أدلة النبوة لا اشتباه الإلهية، لا اشتباه في ذلك، لأنه كان يصرح لهم بأنه رسول، يقول له رجل: أيها المعلم الصالح، فقال: ليس من صالح إلا واحد وهو الله. قال أيضا: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. النصوص دي موجودة لغاية النهاردة، نص صريح في أنه رسول، وينفي أن يكون من عند نفسه. أنتوا بتقولوا هو نفسه هو الله، إزاي هو بيقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني؟ بينفي عن نفسه ويقول ده من عند الذي أرسلني، إذن هو رسول صراحة. أنتم تأبون ذلك، نبي صراحة. لما آذاه بعض قومه قال لهم: ليس من نبي يهان إلا في قومه. يبقى سيدنا عيسى نصوص بأنه نبي، نصوص بأنه رسول، هو الذي قال ذلك، عبادته لله عز وجل، وكان يصلي هناك لله، دي موجودة في إنجيل متى، وخر لله ساجدا. قال: عجب أنهم يقولون بعد ذلك أنه هو الرب، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. عشان كده بنقول اللي وصلوا الإنجيل المحرف قامت عليه الحجة، ما غير معذور بالجهل. اللي ما وصلوش غير كلام الأحبار والرهبان محتمل، لكن اللي وصلوا التوراة أو وصلوا الإنجيل كلمات المسيح فيه، اللي وصلوا كلمات المسيح المنقولة عنه تدل دلالة قاطعة على أنه عبد ورسول ونبي، عبد الله ورسول. قال: وقوله تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته، الذي تقدم أن الأكمه هو الذي ولد أعمى على أحد الأقوال، أو الأعمى عموما
والأبرص مرض البرص إلى يومنا هذا لا يجدون علاجا ناجعا له. وقوله إذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. روى ابن أبي حاتم عن أبي الهذيل قال كان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين، يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك، وفي الثانية ألف لام ميم تنزيل السجدة. عجب طبعا، لأننا ما عندناش دليل أن هذا كان في الصحف الأولى، أنه يكون كمان بالسجدة، وعيسى لم يكن يقرأ بالعربية. إن قصدوا أنه كانت هناك من الكتب المتقدمة آيات تشبه هذه في المعنى، فنعم، فقد قال الله عن سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فلا مانع من اشتباه المعاني، تشابه المعاني واجتماعها ما بين القرآن وما قبل ذلك. ولكن تحديد السور بألفاظها بألف لام ميم ونحو ذلك هذا يحتاج إلى دليل. قال فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، مش عارف بقى يا حفي ولا خفي، ها؟ أنا عندي خفي بس هي الله أعلم. قال يا دائم، يا فرد، يا وتر، يا أحد، يا صمد. وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر: يا حي، يا قيوم، يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، يا رب. قال وهذا أثر عجيب جدا. صدق ابن كثير رحمه الله، أثر عجيب جدا. الحمد لله أنه حتى ليس يعني لا مرفوعا ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وقوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، وده الظاهر، لأن الآيات من أولها يوم يجمع الله الرسل، إذ قال الله، حين قال الله. وقال وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يعني يقول كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءوا يعني إيه؟ سيجيئون، سيجيء الله وتجيء الملائكة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا،
ثم قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وهذا وحي إلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، الآية. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. وقال الحسن البصري ألهمهم الله عز وجل ذلك، وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك، كلها معنى واحد. ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إلى الحواريين بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله ورسوله واستجابوا لك وانقادوا واتبعوك فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. لو كان كذلك لما خص الحواريين، لأن الوحي بواسطة الرسول أي أمر الناس شمل المؤمنين والكافرين، يدعو الناس جميعا فيستجيب بعضهم، لكن هذا إلهام وخلق الهدى في قلوبهم وقذف الحق في قلوبهم، وباتفاق أهل العلم ليس ذلك بوحي نبوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. أما النصارى فيضفون على الحواريين وأتباعهم صفة الرسالة ويجعلونهم قد امتلأوا بالروح القدس، ويقولون عندهم كده في الإنجيل في العهد الجديد سفر أعمال الرسل، فيجعلون الحواريين رسلا إن قصدوا أنهم من الله كما هو ظاهر تصرفاتهم، لأنهم يجعلون كلامهم ضمن الكتاب المقدس وضمن الإنجيل، فهذا باطل بلا شك. وإن قصدوا أنهم رسل المسيح إلى الناس ليدعوهم إلى الله فصدقوا، ولكن لا يجعل كلامهم ضمن الكتاب المنزل المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.